بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا ولاد إن شاء الله هنعرف إزاي نقدم نفسنا بالفرنساوي، يعني لو قابلنا مثلا في الشارع صديق فرنسي وعايزين نقدم له نفسنا جوه الكلاس، مدام قالت لك قدم نفسك، يعني إيه بقى أقدم نفسي بالفرنساوي؟ يعني البريزنتاسيون اللي هو التقديم، أو كومون سو بريزونتي يعني كيف أقدم نفسي. هتلاقي عندك هنا اهي في الصفحة قدامك هتظهر لك كلمة ايه، كومون سو بريزونتي، يعني كيف اقدم نفسي. ادي العنوان اهو، العنوان اهو قدامك، كومون يعني كيف، سو بريزونتي اقدم نفسي. وهنشوف دلوقتي مع بعض ازاي هقدم نفسي. اقرا كمان مرة، كومون سو بريزونتي يعني كيف أقدم نفسي. تعالى كده لما أجي أقدم نفسي هقول إيه؟ أول حاجة جو مابيل مازن، ممكن أقول جو مابيل مازن، وممكن أقول إيه يا أولاد؟ مون نوم إيه مازن، أو جو سوي مازن، التلاتة زي بعض. أو أقول جو مابيل مونا، مون نوم اي مونا، جو سوي مونا، التلاتة يا ولاد نفس القصة. يعني لو انا جيت قدمت نفسي وقلت جو مابيل ايمان، مون نو اي ايمان، او جو سوي ايمان، خلاص يا ولاد يبقى سهلة جدا. يا اما اقول جو مابيل يعني انا اسمي، مون نو انا اسمي، جو سوي انا اكون، التلاتة بنفس الصيغة وبنفس المعنى أنا اسمي. بعد كده هقول إيه، جي كاتارزون يعني أنا عندي 14 سنة. جي فيرب أفوار اللي خدناه مع بعض المرة اللي فاتت، جي أنا عندي، كاتارز الأرقام خدناها مع بعض، أن سنة، جي كاتارزون. يبقى أول حاجة جي مابيل أنا اسمي كذا، اختار الاسم اللي انا عايزه او اكتب الاسم اللي بتاعي انا، جي كاتارزون، ممكن طبعا اغير الكاتارز ديت اخليها بردك اي سنة، كانز او ساز، احنا واخدين الارقام مع بعض لغاية فان، وان شاء الله المرة الجاية هديكوا الارقام كلها لغاية سون، عشان في حد طلبها مني لغاية سون، فالمرة لغاية 100 يعني، فان شاء الله المرة الجاية الفيديو الجاي هيبقى الارقام لغاية 100 ان شاء الله. طيب وبعد كده يا ولاد يا اما اقول جي 14 أنا عندي 14 سنة، جو سوي ني أنا اتولدت، أن 1206 أنا اتولدت في سنة 2006، جو سوي ني، جو سوي ني أنا اتولدت سنة 2006. يعني انا لو قلت انا عندي 14 سنة، وممكن اقول تاريخ ميلادي كان امتى، الاتنين صح، يعني دي ايكوال دي. يا اما بس انا شايفة ان جي واقول السن بتاعي اسهل من جو سويني، بس انا ليه جبت لك جو سويني؟ عشان خاطر لو انت لو انت عايز تقول انا ولدت سنة كذا، او لو عايز تقول لو شفتها مثلا في اي حاجه تقول ايه جو سوي ني ديت، يعني انا ولدت. طب ايه اللي انا حطاه اونتر بارونتيز، ايه اللي انا حطاه بين قوسين ديت؟ دي يا ولاد عشان خاطر لو بتتكلم بنت، لو اللي بتتكلم بنت بنزود لكلمه ني يعني ولدت زياده، لان يعني احنا عندنا لو الكلمه مؤنثه بنحط لها زياده، علامه التأنيث عندنا زياده، خلاص. يبقى انا لو قلت جو مابيل مازن مش هقول بقى جو مابيل مازن مون نو وجو سوي، لا اختار واحده من الثلاثه. وهنا يا اما هقول جي 14 انا عندي 14 سنه، يا اما جو سوي ني اون 1200 السن العمر بقى بتاعي في سنه كام، يعني هنا دي 2006 يعني 2006 2006. طيب يبقى كده عرفت انا اسمي ايه وعرفت عمري قد ايه. اخر تالت حاجه je suis أنا أكون، أن élève أنا طالب، en troisième préparatoire، je suis يعني أنا أكون، أن élève طالب، en troisième
بريباراتوار. بريباراتوار يعني انا طالب في ثالثه اعدادي. طيب لو انا مش في اعدادي مش في بريباراتوار اقول ايه؟ وفي ابتدائي هقول بريمير، اقول ايه؟ بريمير، اقول ايه؟ بريمير، هقول ايه؟ بريمير. طب لو في ثانوي سيكوندير، ثانوي اسمها ايه؟ سيكوندير، ثانوي اللي هي ايه؟ سيكوندير. طيب يبقى جو سوي ان اليف، انا طالب اون تروازيام بريباراتوار في تالتة اعدادي، بريمير ابتدائي سيكوندير ثانوي. يبقى هنا قلت اسمي، قلت عمري، يبقى الاسم جي مابيل، العمر جي، انا اكون طالب جو سوي ان اليف. لو في تانية اعدادي بدل التلاتة دي هتبقى اتنين، تبقى دوزيام، وهتتنطق دوزيام بريباراتوار. لو في اولى اعدادي هبقى اوريكم ازاي بنقول فيرست وسكند زي عندكم في الانجليش، وثيرد زي الانجليش كده. جابيت، جابيت يعني انا اسكن، جابيت يعني انا اسكن. رابع واحدة يا ولاد اللي هي نمرو كاتر، جابيت، جابيت يعني انا اسكن. اداكي، اداكي اللي هو الدكي يعني، اقول بقى في اي مكان، اهرم، افيصل، انا امبورتكاليو، اي مكان تقوله هتبقى صح. اهم حاجه بس تعرف ازاي الجمله بتتكون. ادي الجو يعني انا، ده عن وضع هنا جو ابوستروف عشان اش عندنا ده حرف فويال، فبقول ايه؟ جابيت اداكي، خلاص يا ولاد يعني انا اسكن في الدكي. نمرو 5 رقم 5، جي انا عندي، جي انا عندي. ان فرير، اخ، اي و دو سور، واتنين اخت. انا عندي اخ، جي ان فرير، اي و دو سور، جي ان فرير اي دو سور. جو جو انا العب، جو جو فيرب جوي طبعا، ده افعال المجموعه الاولى. وفي مره كده ان شاء الله هبقى اجمع لكم كل افعال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه واشرحهم لكم عشان تعرف ازاي الفيرب بيتصرف في المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه. جو جو انا العب، او فوتبول انا العب بالكوره اللي هي كره القدم. جو جو انا العب، او فوتبول، او تنس، تنس، او بيانو. طبعا مش هقول انا بلعب كل ده مع بعض، لا هقول جوجو او فوتبول او جوجو او تنس او جوجو او بيانو، يعني اختار اللي انت عايزه. الثلاثه مظبوطين، الثلاثه اختار اللي انت بتلعبه وقوله زي ما انت عايز. دلوقتي يا اولاد هنبدا من اول رقم 7، نمرو 7 يعني، نمرو 7. جو بارل انا اتكلم، جو بارل. لارب، لارب العربي، je parle l'arabe العربي. l'anglais الانجليش، et un peu وقليلا le français الفرنساوي. je parle l'arabe، je parle l'arabe، l'anglais et un peu le français. Mon père, Baba, est ingénieur. Mon père est ingénieur. Docteur, journaliste, directeur. Mon père, yani Baba, est ingénieur, yani Mohandes. Docteur, tabib. Journaliste, yani Sahafi. Directeur, Moudir. دلوقتي اوريدي يعني انا مش هقول بقى مامبير بابا ايه انجينير ودكتور وجورنال، لا طبعا مش هقول كل ده مع بعض، لا انا هقول مامبير بابا ايه انجينير واحط بوين نقطه، او مامبير ايه بابايا يكون دكتور واحط نقطه، او مامبير ايه. المهم انا عايز اعرفك ان مامبير ده السبجكت سوجي عندنا الفاعل، وايه ده الفيرب، يبقى ناقصه ايه؟ ناقصه اوبجكت اللي هو ايه؟ المهندس او الطبيب. طيب الانجينير ديت يا ولاد اسمها ايه بالفرنساوي؟ اوبجكت؟ لا طبعا اسمها كومبليمون دوبجي ديركت يعني مفعول. يبقى مونبير ايه بابايا يكون انجينير او دكتور، اقول انجينير يا اما اقول دكتور يا اما اقول جورناليست
جورناليست يعني صحفي جاي من كلمة جورنال اللي هو جريدة، أو أقول مون بير إيه ديريكتور يعني مدير. خلاص يعني أنا بختار واحدة بس من دول. أمال ليه حضرتك حطلنا كل ده؟ عشان أعرفك المهن المختلفة، ولو أنت مش عاجبك تقول إنجينير أو لقيتها صعبة عليك في الحفظ ممكن تختار حاجة تانية. طيب عايزة أقول بقى إيه، نتنقل النقطة اللي بعديها. ما مير مامتي إيه بروفيسور، بروفيسور يعني مدرسة. ما مير مامتي، واخد بالك أنا دايما بجيب لك جمل سهلة، سوجي فيرب كومبليمون، فاعل وفعل ومفعول. ما مير اي بروفيسور مدرسة دو فرونسي، واحط نقطة، او اقول ما يعني ماما مدرسة فرنساوي واحط نقطة واقفل الجملة. يا اما اقول ما مير اي بروفيسور مامتي بروفيسور دونجلي مدرسة انجلش، او ما مير اي بروفيسور دارب مدرسة عربي، او ما مير اي بروفيسور دو سيونس دو سيونس علوم، أو ما مير إي بروفيسور دو ديسان دو ديسان يعني رسم. ما مير إي بروفيسور دو مات دو مات اللي هو الماس. تاني نقولهم تاني، ما مير إي بروفيسور دو فرونسي دونجلي دارب دو سيونس دو ديسان دو مات. طبعا اتفقنا ان احنا نقول مامير اي بروفيسور ونختار واحده من دول، مش هنحط كل دول جنب بعض. طيب ليه حطيت انا كل دول جنب بعض؟ عشان اعلمك الماتيير، المواد سكولير المواد الدراسيه اللي عندك. ايه هي الماتيير بتاعتك اللي بتدرسها في المدرسه؟ فرنسي وانجلي وعرب وسيونس وديسان ومات، هي دي المواد اللي عندك، فانا عايزاك تبقى عارفهم. لكن انت لو قول لو حفظت بس مامير، او لما حد يكلمك مامير ايه بروفيسور دو فرونسي وحطيت بوان نقطه، خلاص خلصنا براحتك. بس انا شايفه ان هي فرصه بانك بتتعلم كورس اللغه، المفروض تبقى عارف المواد الدراسيه ايه هي، تيجي عند المهن تبقى عارف ايه هي المهن، مش تيجي عند الدكتور مش عارف يعني ايه طبيب ولا يعني ايه صحفي. كل دي كلمات افاده ليك انت، وفرصه انك تحفظ جمله على بعضها، تبقى عارف ازاي تكون جمله تقول مون بير ايه انجينير مون بير اي دكتور. كده انا حفظت جمله على بعضها وكونت جمله على بعضها، فكده انا كسبت معاني، وفي نفس الوقت عرفت ازاي احفظها كجمله، لان لما بحفظ كجمله بتقوي اللغه، غير لما اقعد احفظ كلمات 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 ما اعرفش ازاي استخدمها. مونيكال مدرستي ايه، مونيكال مدرستي ايه، وهقول اسم المدرسه بتاعتي ايه. شوف انت اسم مدرستك ايه وقولها. مونيكال ايه، je suis égyptien يعني انا اكون مصري. je suis انا اكون égyptien مصري. لو بنت هتقول je suis égyptienne، هزود لها ان تانية و او دي لو بنت، هزود لها ايه ان او. طب يا مرام ليه ما عملتهالناش؟ عشان الجنسيات ديت انا عايزه اخر واحده يا ولاد. يعني انا هنا ليه ما رضيتش اجيب ايجيبسيان واحط جنبها جميع الجنسيات؟ لان هي كبيره، يعني انا عايزه احنا درس معايا خد في الفصل ان ايجيبسيان دي للمذكر، المؤنث بتاعها ايجيبسيان، سودان سوداني سودانيز. فانا عايزه اجيب لك البلد والمذكر بتاعها والمؤنث بتاعها، اعملهم لك في جدول كده كبير واخليهم لك في مره لوحدهم. عشان كده انا اكتفيت بس انا اقول لك جسوي ايجيبسيان، انا مصري المره دي. لكن كل الجنسيات انا هعملها لك في جدول بطريقه مبسطه جدا وسهله جدا، لو انت ولد تقول ايه ولو انت بنت هتقولي ايه. اخر حاجه يا ولاد، جو سويت اتمنى دوفينير اصبح انجينير، انجينير مهندس كم مون بير. اتمنى جو سويت دوفينير اصبح انجينير مهندس كوم مون بير مثل اب. نراه اخر مره، جو بارل لاراب لانجلي اي ام بو لو فرونسي. مون بير اي انجينير دكتور جورناليست ديريكتور. ما مير اي بروفيسور دو فرونسي دانجلي داراب دو سيونس دو ديسان دو مات. مون ايكول اي Je suis égyptien. Je souhaite devenir ingénieur comme mon père. وبكده يا ولاد اكون انا قدرت اقدم، اخليك تعرف تقدم نفسك
ممكن تقول ان هو ده طويل قوي ان انا اقدم في نفسي 12 جمله احفظهم عشان اقدم نفسي، لا انت ممكن تحفظ 6 7 براحتك انت حر، لكن انا عايزاك تعرف كل حاجه، عايزاك تعرف تقدر تقول انا مامتي بتشتغل ايه، بابايا بيشتغل ايه، انا بحب ايه، انا بفضل ايه في المواد الدراسيه، عمري كام سنه، جنسيتي، جبت لك كل حاجه عايز تعبر بيها عن نفسك في شكل جمله، بحيث ان انت مش موضوع بس موضوع انشا بتكتبه عن تقديم نفسك او كام جمله بتحفظهم، لا انت مش سنه دراسيه، انت بتقوي نفسك وبتعمل لنفسك كورس تعرف فيه تتكلم فرنسي. ميرسي يا اولاد، اوروفوار.